الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد، الحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذا يعني وفق التوقعات، قرار الفيدرال الأمريكي برفع 75 نقطة أساس وحديث جيروم باول عن التطورات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، يعني هل تتوقعين استمرار مؤشر الدولار باكتساب المزيد من الارتفاعات؟ في بعض أن هنالك المؤسسات الدولية تتحدث عن عودة إلى مستويات 102 تقريبا لأداء مؤشر الدولار. صباح الخير. طبعا لما نتحدث عن الدولار الامريكي، اجتمع الفيدرالي الامريكي بالامس واصدر قرار برفع الفائده ب 75 نقطه اساس في محاوله يعني للسيطره على التضخم، ويبدو ان الاسواق قد اصلا سعرت هذا الامر. كانت هناك احتمالات وصلت ل 98% ان يتجه الفيدرالي لرفع الفائده بتلك الوتيره، تلك الوتيره اكبر وتيره رفع للفائدة منذ عام 1994، يعني في محاولة للسيطرة على الأوضاع ولتأكيد الفيدرالي الأمريكي، أو قد أثبت الفيدرالي الأمريكي بالأمس نواياه فعلا في يعني الرغبة في خفض معدلات التضخم التي وصلت أعلى مستوياتها منذ 1981، بل أنه أيضا رفع توقعاته لاستمرار رفع الفائدة على أن تصل لمستويات 3-3.5% قبل نهاية العام الحالي. يعني هذا الأمر قد يتسبب في يعني نوعا ما تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالطبع بدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض توقعاته للنمو، وطبعا لأن تلك السياسات قد تتسبب في يعني عرقلة النمو الاقتصادي الأمريكي. خفض توقعاته للنمو ورفع توقعاته طبعا للبطالة والمعدلات التضخم، ولكن يبدو أن الأسواق قد تفاعلت مع هذا الأمر. بدأ الدولار الأمريكي نوعا ما يعني في عمليات تصحيح قبل بدء ارتفاعه وقبل عودة ارتفاعه. الآن الأسواق تتوقع أن يعني أول مرة الفيدرالي يعني يؤكد على أن السياسة النقدية التوسعية قد يلجأ لها بحلول عام 2023. يعني هذا الأمر ساهم في حالة من التوقعات أن الاقتصاد الأمريكي قد يقع أو قد ينزلق إلى ركود بحلول تلك الأعوام، وبالتالي قد يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية أو اتباع السياسة النقدية التوسعية. نعم. ولكن حتى هذا الأمر نتوقف طبعا البيانات الاقتصادية، وطبعا الدولار الأمريكي يعني قد يعود أو قد يواصل ارتفاعه، حتى وجدنا أنه عاد للارتفاع من جديد في بداية التداولات اليوم مقابل أغلب العملات. نعم أماني، يعني كان حديث جيروم باول بالأمس واضح بأن التطورات التي سيقوم بها الفيدرال الأمريكي مبنية على التوقعات والبيانات الاقتصادية. إذا ما تحدثنا أيضا عن توجهات البنوك المركزية العالمية مع التكيف مع قرار الفيدرال الأمريكي باقي البنوك، هذه الفروقات تحديدا كيف تؤثر على سوق العملات، وإلى متى من الممكن أن تستمر حالة التذبذب في أسواق العملات بالمجمل؟ يعني طبعا استمرار الفيدرالي الأمريكي في تجديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بتلك الوتيرة خلال اجتماع أمس تسبب في يعني استمرار ارتفاع الدولار الامريكي طبعا مقابل اغلب العملات. الان نرتقب قرار ايضا الفائده البريطانيه، التوقعات ايضا تصب لصالح رفع البنك انجلترا الفائده للمره الرابعه على التوالي حتى تصل لمستويات 1.25%، ولكن حتى الان توقعات الفائده البريطانيه بحلول نهايه العام والفائده الامريكيه 3-3.5 قد تاتي لصالح الدولار الامريكي طبعا مقابل الجنيه الاسترليني. ايضا كذلك الامر اغلب البنوك المركزيه يعني بدات في تشديد السياسه النقديه، حتى وجدنا ان البنك المركزي الاوروبي عقد اجتماع طارئ لمناقشه السياسات ومناقشه البرامج شراء الاصول وانتهاء مواعيدها يعني في وقت اكثر من المتوقع. يعني البدء في رفع الفائده في محاوله للسيطره على الاوضاع، حتى وجدنا ان ايضا بنك اليابان والحكومه اليابانيه يعني يبدو انها بدات تتدخل او تنوي في التدخل لمنع استمرار تلك العملات في الانهيار. يعني اغلب العملات تواصل تراجعها امام طبعا الدولار الامريكي الذي يتبنى سياسه تشديد نقدي قويه جدا، ولكن يعني يبدو ان اغلب البنوك المركزيه قد تتجه ايضا لتسريع وتيره التشديد النقدي، وان كان هذا قد يتسبب في يعني عرقله النمو الاقتصادي العالمي الفتره المقبله. نعم، محلله الاسواق الماليه في إكويتي جروب الاستاذه اماني رشيد، كنت معنا من القاهره.